الله. أيضا مراكز البحوث اللي في أي بلد من البلاد. نعم. يعني أجهزة الدولة المصرية عندها مراكز البحوث الخاصة بيها. نعم. غير الأجهزة الرسمية كرسمية. نعم. فبقول مصادر، يعني قرار رئيس الجمهورية بينبني على دائرة واسعة من المعلومات والبدائل اللي بيخدم. الحاجة التانية بقى الكلام، يعني انت بتقول مثلا النهاردة رئيس الجمهورية عامل اول اجتماع مع مش عارف رئيس الوزراء ومعاه وزير الزراعة ومش عارف وزير التخطيط وجهاز وزير. نعم. علمتني الحياة، علمتني الخبرة ان البيان الصحفي اللي بيطلع يعني بيبقى اختزال شديد اللي حصل. نعم. اختزال 3-4 ساعات اجتماع، ممكن يبقى 5 ساعات كمان وملخص. نعم. لا الاجتماع بيبقى كلام. نعم. جد. آه. ايه اللي حصل في الحته دي وايه اللي حصل في الحته دي. اه لا بقول لك كذا وجه، يعني مثلا حد حضرتك حاجه. آه. انت قريت او حد قرا بيقول وجه الرئيس. نعم. بايه الاسعار الاسترشاديه للمحاصيل الزراعيه. ما هو بقى يعني ما هو بقى انا كباحث انا بقول هو عمل ده ليه؟ النساء اللي فاتت كان التقدير الاولي القمح اقل من صح. اتظلم الفلاح، اتظلم. وتدخل رئيس الدوله بقى دي بقى نموذج مش متابعه الغلطه. فهو كانه بيقول لهم يا اخوانا خدوا بالكم من بدري، يزودوا من بدري، خدوا بالكم وعملوا ألف حد ادنى ألف على ان يرتفع مع اسعار القمح العالمي. يعني انا مش عايز بصراحه اظلم الفلاح المصري لصالح الفلاح الاوكراني او الالماني او الفرنسي او اي حد كده مستورد منه. طيب لما هو بيجي يقول وجه بكذا وجه، هو مش هو قعد ساعه عشان كده بتوجه؟ لا. هو دخل في نقاش تفاصيل حصل ايه في الحكايه دي. طب وانتم متاخرين ليه؟ ممكن يقولوا ما بس ما جاتلناش الموارد الماليه يا ريس. هاتولي الوزير المالي مع، يعني عايز اقول الموضوع بيبقى ايه، في تفاصيل كتيره، في تفاصيل كتيره اللي بيجي لك، اللي بيجي لك الرئيس. طبعا انا شفت بنفسي. ايوه. او في احداث طبعا مش هقولها طبعا حفاظا، يعني بيبقى البيان اللي طالع لا علاقه له، لا علاقه له بالموضوع اللي اثير. يعني ممكن مثلا بالذات مع دوله اجنبيه تفتح قضايا معينه. التقرير ده يقول لك ايه، وناقش الرئيسان او وناقش كذا العلاقات الوثيقه بين البلدين. نعم. وممكن يبقوا في موضوع تاني، موضوع تاني البيان طالع في حاجه وهم اتكلموا في حاجه تانيه. لا ده حصل، حاجه بتقول حصل. بيبقى مفهوم انه يعني انت مش عايز تتكلم في هذا الموضوع. مش عايز تطرحه او انه موضوع سري. نعم. يعني انا عايز اقول ايه مثلا، عايز ادي مثلا. نعم. النهارده استقبل رئيس الجمهوريه وزير خارجيه المملكه العربيه السعوديه امبارح او امبارح. ايوه. ما هو مش معقوله جاي عشان بس يوثق العلاقات. ولا في حاجات محدده. يعني في كلام على مواقف سياسيه بيتم التنسيق لها، كلام على استثمارات، كلام يعني على زيارات يعني واخد بالك؟ نعم. يعني مش معقوله. فهو لكن البيان بيطلع ايه؟ واكد الرئيس على العلاقات الوثيقه بين كذا وكذا. دكتور علي بصراحه ايه؟ بتتابع حضرتك الرئيس عبد الفتاح السيسي انه بيعمل اجتماعات مستمره مع المسؤولين، بمعنى انه زي لسه بنتكلم على الزراعه، بنتكلم على التخطيط، بنتكلم على الصحه، شباب الرياضه، كل المسؤولين الرئيس بيقعد معاهم. احد سمات الرئيس السيسي مقارنه يعني برؤساء اخرين. ايوه. انه حاطط ايده في التفاصيل. ده مهم. يعني هو لا يكتفي. ده مهم طبعا، مهم للرئيس. لا يكتفي لا يكتفي بانه يعني بيقر السياسه العامه او يقر الخطه العمل، بل يتابع تنفيذها بشكل دوري. طب ما اسيب ده لرئيس الوزراء والوزراء. ايه؟ اسيب لرئيس الوزراء والوزراء يعني حتى يطمئن قلبي. انا حتى لا برضه أيوة حتى يطمئن قلبي. يعني يعني لا استمد معلوماتي فقط من الاوراق. لان مش حاجه. نعم. يعني فانت بتجيبه وبتجيب رئيس الوزراء. نعم. بس ايه اللي حصل في ده؟ ايه اللي حصل؟ خد بالك في احتمال كبير جدا ان هو رئيس الدوله يبقى عنده معلومات ان في تاخير في موضوع معين. نعم. هو لما بيجيب الوزير او كذا عملته ايه في ده؟ ايه الحكايه؟ الاول بيساله. فيقول نعم. فيقول له الله، بس ده انا فاهم ان الموضوع متاخر. او شوف انا خدمت كوزير. الورق شيء والواقع شيء خالص.
البيروقراطية المصرية تعمل من الفسيخ شربات. وممكن أن تصور لك الفشل على أنه نجاح. يا نهار أبيض دكتور علي، هاي بتقول كده. وبالتالي